في مطعمه الصغير بمدينة البيرة ينتظر غزاونا كل يوم على أحر من الجمر زبائنه من العمال في الورشات المجاورة لشراء وجبات الطعام التي يقوم بتحضيرها. المواطن الفلسطيني بات ينتابه الخوف من أن يؤول مصير مطعمه للغلق بعد تراجع كبير في عدد زبائنه نتيجة للعدوان على غزة. بريطانيا يعني من 8000 10000 شيكل ل 2000 شيكل، فهمت علي كيف؟ يعني الوضع يعني انا بالنسبه لي عندي هون بعد يوم الحرب لليوم الوضع بشكل عام ميت نهائيا. مصانع الضفة خاوية على عروشها، ما تقوم به قوات الاحتلال من تصعيد لاعتداءاتها بعد 7 أكتوبر الماضي دفع بعديد المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق. دور احنا بنحكي على خسارة مش بس على اللي راح علينا، احنا عم نحكي مش شايفين انه راح يكون في انتاج السنة هاي في 2024 في هذا المصنع. احنا معدل مبيعاتنا في هذا القسم بتتجاوز ال $200,000، وهدول احنا السنة هاي مش شايفين راح يكون في اي مبيعات لهذا القسم. كل هذه العوامل وسياسات التضييق الصهيونية أدت إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني الذي بات يعمل الآن بنسبة 50% فقط. اليوم أنت بتشتغل ب50-60% في أحسن ظروفك بالقطاع الإنتاجي والقطاع العملي. إحنا ناس تحت الاحتلال بالآخر، فإشكاليات أي إنسان تحت الاحتلال موجودة بشكل دائم، ولكن تفاقم الموضوع بعد الحرب بشكل كتير كبير بالإغلاقات، بالحصار اللي موجود على كل المحافظات الطرق. تحديات غير مسبوقة تواجه المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية جراء استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي إن طال أمد هذا العدوان الهمجي على الفلسطينيين.